Good evening to everybody. I will read my speech in Arabic to learn together some Arabic word today. سعادة السفير جمهورية الهند في دولة الإمارات العربية المتحدة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن أحتفل معكم باليوم الذي ولد فيه رجل السلام المهاتما غاندي وهو اليوم العالمي للاعنف كما أشكر سفارة جمهورية الهند في دولة الإمارات على دعوتي للمشاركة في هذا الاحتفال البهيج إلى السياسي الهندي الشهير المهاتما غاندي سلام إلى الزعيم الروحي للهند ورائد حركة المقاومة والاستبداد بالعصيان المدني الشامل سلام إلى صاحب حركة اللاعنف التي أدت لاستقلال الهند سلام إلى قدوة حركات الاستقلال والحرية والمدنية في العالم سلام لقد لقبك طاغور بالمهاتما الروح العظيمة تشريفاً لك وعرفت باسم بابو باعتبارك أبو الأمة وأنا أسميك اليوم شمس الحرية غاندي رجل السلام الذي ضرب لشعبه وللعالم أسمى الأمثلة في التسامح والمحبة ورفض كل أنواع التطرف أو الحرب أو الانتقام وزرع الحب وروح التسامح والتعايش بين أبناء شعبه برغم اختلاف أديانهم ومعتقداتهم فهو هندوسي الديانة لكنه احترم الأديان الأخرى الإسلام المسيحية والبوذية وغيرها الكثير لذلك فقد استحق أن يعتبر يوم ميلاده في 2 أكتوبر عطلة وطنية بالهند ويوما عالميا يعرف باليوم العالمي للاعنف يذكرنا هذا اليوم بقيم السلام والمحبة واللاعنف ولكننا على الجانب الآخر نشاهد حال العالم عموماً والعالم العربي خصوصاً على النقيض إذ لا يكاد يمر يوماً من دون أن تطالعنا وسائل إعلام الأعمال الإرهابية هنا وهناك والتي تبث الرعب وتثير الفزع وتروع الآمنين وتقتل الأبرياء وتدمر الأموال والممتلكات العامة والخاصة وتخل بأمن وسلامة ملايين الناس في شتى أنحاء المعمورة فكم نحن بحاجة اليوم إلى استذكار نهج غاندي العظيم وتعميقه في نفوس البشر الحضور الكريم الحمد لله أننا نعيش في دولة حاضنة لقيم التسامح والسلم والتعددية الثقافية كفلت قوانينها للجميع الاحترام والتقدير وجرمت الكراهية والعصبية وأسباب الفرقة والاختلاف لقد بادت الإمارات نموذجاً فريداً في تعزيز قيم التسامح والانفتاح على الآخر والوسطية والتعايش حيث ينعم أبناء أكثر من 200 جنسية بالحياة الكريمة والمساواة والاحترام على أرضها الطيبة كما غدت بفضل الرؤى الاستثنائية لقيادتنا الرشيدة عاصمة عالمية تلتقي فيها حضارات الشرق والغرب لتعزيز السلام والتقارب بين الشعوب كافة ونعرج هنا على العلاقات الإماراتية الهندية
التي تحظى بروابط تاريخية وثيقة وجذور راسخة تعود إلى مئات السنين، لا سيما أن الإمارات تحرص دائماً على تعزيز تلك العلاقات القوية في ظل الفرص الكبيرة للتعاون بين البلدين والتغيرات والتحولات الإقليمية والدولية المتسارعة من خلال التنسيق والتفاهم لمواجهة التحديات. وهي العلاقات التي أسهمت في إرساء قيم السلام والتعايش بين شعبينا العظيمين. لقد خلد التاريخ وسيخلد الحكمة العظيمة التي حبى الله بها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي امتلك فكراً وأحدوياً عز نظيره، استطاع به تأسيس دولة الإمارات والارتقاء بأبنائها خلال وقت قياسي، وبموازاة ذلك سعى طيب الله ثراه إلى ترسيخ ما يتحلى به شعب الإمارات من قيم الإسلام الحنيف والعادات العربية الأصيلة، فجعل العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر من جميع الأديان والأعراق والثقافات نهجاً ثابتاً لا يقتصر على الداخل بين مكونات المجتمع فقط، وإنما يحكم علاقات الدولة بالعالم الخارجي. في هذه المناسبة نجدد الدعوة لمكافحة التطرف والإرهاب بكل أشكاله وصوره، وندعو المجتمع الدولي لمضاعفة جهود المكافحة الكفيلة بالوصول إلى مجتمعات آمنة وخالية من التطرف والإرهاب والعنف على النهج نفسه الذي أهداه المهاتما غاندي للبشرية جمعاء. يا أيها المهاتما غاندي، يا أيها الفينيق، يا أيها الهدهد، يا رسول محبة بين البشر، أمك بانتظارك، الهند بانتظارك، الأمة بانتظارك، العالم الأم بانتظارك، عد إليها عد، فلولا الأم بعد الله ما كان هناك ولد. وكل عام وأنتم بخير وسلام ومحبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.